وتم تحويل جزء من النفايات إلى مراكز التحويل، ثم قمنا بشحن كمية من النفايات وتوجيهها إلى موقع خارج الجزيرة. وصلت وقع إفراخها على موقع يبعد تقريبا 25 كيلومتر على الجزيرة. ثم في الشحنة الثانية وقع اعتراض الشاحنة في الطريق من طرف مجموعة من الأشخاص، من مجموعة من الأفراد. عملوا لها براج يعني الشاحنة سيموني؟ نعم، عملوا لها براج وحاولوا السواق أنهم يتفاوضوا معاهم ويتحدثوا معاهم، ما تمكنوش باش يقنعوهم، وجبروا باش يعاودوا يرجعوا الجزيرة ويخليوا الشحنة متاعهم في مركز التحويل. شيبانية والنفاتية وبو حامد والمتسكنين اللي فيها كل ما يقارب 10,000 سكن. باهي، والبلاصة المصبة هذي اللي احنا فيه تو جاي معناتها من جهة البحرية متاع جرجيس، جاي من جهة البحرية بالضبط. دونك الناس ما باش تجي تهز غادي طول باش تهز لهم الزبل، باش تهز لهم الوشوش، باش تهز لهم الأمراض، باش تهز لهم كل شيء. دونك يا أخي ندير توا 10,000 ساكن معناتها ماهمش عباد. بعد رمضان ديريكت جاي وفد حكومي كامل للولي لهنا، فهمتني؟ جايين على المشكلة نتاع المصبة هذه نتاع حمص السوق. دونك اتفقوا كلهم فيما بينهم أنه يكون المصب لهنا في البلاصة هذه في منطقة الشيبانية. ما قروش حساب العباد اللي عايشه غادي واللي ساكنه غادي في المنطقه هذه كل. المفروض ترجع له بالنظر، خاصه في مصب كيما هكايا وجاي من شير البحريه من شير الشرقيه نتاع بحر وكذا، واحد ترجع له بالنظر. بون كي خذوهم القرار هذايا الناس وين من وقتها ولت الناس في حاله اعتقال، ينتظروا في اول كاميون يجي من عند السوق. وفي هذا صدد عن السيد الهادي العرب وزير التجهيز والإسكان أنه سيتم رفع الفضلات وتنظيف كامل بلدية حمص السوق خلال يومين أو ثلاثة أيام على أقصى تقدير، وأكد أنه سيتم تحويل فضلات مصبة النفاتية وبو حامد. منين جاء؟ ندرى النفاتية مزبلة هي؟ معقولة تعرف؟ وتشاور الناس ساعة قبل كل شيء وما راضي حتى واحد، حتى يفترض أن تشاورت الناس. إحنا قلنا لهم كم يعزوا علينا خليني ندوي ما دام أعطيتوني الكلمة، كم يعزوا علينا أهالي جربة، إحنا ما نرضوش أن فضلاتهم تعفن لهم بيوتهم يرموها في جربة يا أخوي، إحنا فضلاتنا نرموها قدامنا. ترضاش انت باش نرمي فضلاتي قدامك انت؟ هذا غير معقول بتاتا، وحتى في الدستور ماهوش موجود. في وقت من الاوقات بني جوي هي في المصب نتاع ابو حامد شاهمت فيه جميع المعتمديات نتاع ولايه مدنين، امتنعت معتمديه حمص السوق جربه، امتنعت على هذا، قالت احنا عندنا المصب نتاع قلاله ما نسحقوش المصب نتاع ابو حامد هذا ما نسحقوش، ما ساهمتش فيه المعتمديه نتاع ميدون مساهمه فيه قاعده تصب لاباس، المعتمديات الكل قاعده لاباس الا معتمديه حمص السوق هذه امتنعت ما ساهمتش فيه. مصب محامد عندهم الحق تو باش يعترض ما يخلوهاش تصب لانها ما ساهمتش. يا اخي اذا كان مصب نعرف المصب بالدراب ومتاع بالاداره نتاع بالدنيا كامله، فهمت؟ سيئة. مرحبا امور قانونيه تم عندكم واحد ناس بايعين لنا ناس كذا، هذه ارضنا يا اخي يديرها مصب من اين لك هذا؟ يا اخي كيفاش جات مصب ترى؟ اذا كان يصور يزيد يعاود يزيد يصب الكمان نتاع الزبل هنا ولا قوم احنا حتى كان روح له غدوه نرموهم بالتراكس هنا بالكياس ونسكر الكياس ويجوا يروحوا من الجرب ولا الزبله جربه تنصب في جربه كما كانت قبل، ماناش فرق مالي تسكر في جربه وتجي تصب في مصب النفاتيه ولا في الغربات ولا في خلف الله ولا كذا، مش مصب هذا. قاعدين نشوفوا فما شو اسمه قاعد اليوم هذا قاعدين فما شو اسمه يكلموا بالتليفونات وغيرها ويقولوا فما شو اسمه نعطوا ملعب تاع كره للاطفال، نعطوا نشغلوا 50 واحد، نوصلوا كياس للدار كذا، فهمتني؟ قال حاولوا انكم تسيطرون على راهو الهواء، راهو ماهوش رخيص، راهو الهواء ما ينشاش بالفلوس. الصحه عمرها ما كانت يوم تنشريها بالكياس ولا بالضو ولا بالملاهي، مستحيل. احنا خيرنا البقاء هنا في ظهره كما هذه، ما عندنا حتى شيء، نضربوا 40 كيلومتر معناها باش نقضوا حاجتنا، فهمت؟ باش نخرجوا مضمون ولاده، لكن راضيين بها حكم ايش؟ لان رينا الناس اللي تسكن في المدن كيفاش مثلا في الصيف وكيفاش كذا، لان لا عندنا البحر ولا عندنا لوسائل ترفيه ولا عندنا حتى شيء من الدنيا، كل ما نكسبه الا الهواء النقي فقط يا اخي، لذا ما تحرموناش منه. احنا رانا توانسه كيفنا كيفكم، الا انتم معنا عندكم المال وعندكم كذا وعندكم المشاريع، واحنا ما عندنا شيء، احنا ما عندنا 10 شياه ونقتين هكا ما نكسبوا هنا في الدنيا، فهمتني؟ الملح فينا عند جرد 404 شيء هذا اللي لابس عليه، لذا
يا اخي على الاقل احنا رانا ما زحمناكم حتى في شيء وما طلبنا حتى شيء، نعرفوا ظروف دولتنا شنو ورانا دريت تونس ورانا تونس بدمنا كيما نضحوا عليها. ما في يا اخي في الزبله كل حد قدام دارك العب، هذه حكم الجار للجار وحكم الخور للخو، هذه راهي عمر ما كان، وعمر ما يكتبها التاريخ حتى على مسؤول عنده وطنيه وعنده انسانيه يكتب عليه التاريخ هذا. اللعبه هذه لعبه قذره تلعب فيها اطراف معينه ومعروفه في الدوله، وثم خلاف كبير واضح ياسر، خلاف ما بين كاتب الدوله وما بين السيد الوزير، معناها خلاف هذايا قال عليه السيد الوزير، قال ما نستعمل القوه العامه الا في جربه وخارج جربه، نستعملها في المكانين يا اما في مليتا وفي النفاتيه، والا ما نستعملهاش في مليتا وما نستعملهاش في النفاتيه. إيصال الفضلات من الأحياء السكنية وين فما خطر إلى موقع بعيد على الأحياء السكنية اللي ما فماش خطر مباشر على المواطنين، نتعامل معاه بالإقناع والتفاوض ولا نتعامل معاه بقوة الأمن؟ إذا كان باش نتعامل معاه بالتفاوض يلزم الناس الكل نتفاوضوا، إذا كان باش نتعامل معاه بقوة الأمن، الأمن يلزم نستعمله بعدل مع الناس الكل، وهذا مرفوض في جربة. وعلاش يحبوه يكون مقبول خارج جربة؟ ثم رجال الأعمال اللي امتنعوا عن دفع الضرائب في النزل كلهم، فهمتني ولا؟ عندهم بنطواتهم والسيد الوزير في بعضهم، فهمت؟ احنا ماناش ناس باش، فهمتني ولا، نكونوا كبش فداء بينهم هم الزوز يتناحروا. لعبة قذيرة معناها بالمعنى الآخر، معناها لعبة يا أخي. جربة تأخذ الوتلة، تأخذ الشركات، تأخذ الأعمال كلها. يا أخي تفكرون اليوم إحنا بعد 60 سنة تفكروا النفاتية راهي تابعة جربة؟ بتيشوا فيها للنفايات؟ إحنا مصب نفايات، إحنا أموالهم اللي يحكوا بها، بوتلتهم اللي يحكوا بها، ينجم يعملوا حل لزبلتهم، يطيشوا يعملوها رسكلة، يتصرفوا فيها. مش لايق ومش مدني ومش إنساني ومش حضاري. أنا مشكلة داك أنت تجي تصدر لنا سخرية، يشوفوا وين يصبوا، يشوفوا وين يشوفوا حل آخر. هذا لسبيل له الموضوع، انتهى.